هو كبداية طبعا وصل النهاردة أفواج من أوكرانيا على شرم الشيخ وعلى الغردقة، ودي كانت أول رحلات وصول، واتباعا بقى إن شاء الله يكون في برضو رحلات أخرى قادمة. طبعا بالنسبة لنا السياحة هو يعني ده عماد الاقتصاد، وده يعني أكتر قطاع اتأذى في كل حاجة بتحصل، يعني سواء الثورات اللي عدت أو سواء موضوع الكورونا، فاحنا اكتر قطاع اتأذى في كل حاجة، سواء طيران، سياحة، نقل، كل حاجة يعني. فربنا يسهل ويكون القادم افضل والامور تنتهي على خير يعني. الاجراءات الاحترازيه طبعا بالنسبه للطيارات، وهو بيغادر بيتشاف حرارته، بيتشاف كل حاجه، وهو لما بينزل مصر هناك يعني بيتكشف عليه الحراره، انما كاجراءات داخل الطياره اللي كان بيقال انها تبقى 50% والكلام ده، لا ما حصلش، الطيارات شغاله زي ما هي بفول كاباسيتي. دي رقم واحد. بالنسبه لاتوبيسات النقل السياحي، طلع قرار من معالي رئيس الوزراء ان يكون النقل بسعة 50% من الطاقة الاستيعابية بتاعته، يعني الأتوبيس بيشيل 50 راكب، هيركب فيه 25 سايح. بالنسبة للفنادق، أنتوا كلكم عارفين إن كان بدأ ب 25%، ثم بعد أسبوعين أخدوا ترخيص ل 50% من الفنادق. وطبعا الفنادق النهارده هي شغالة على الطاقة بتاعت 50%، وكل طبعا الحاجات الاحترازية المحطوطة متبعة في الفنادق من أول التعقيم، سواء للشنط أو للجست اللي داخل، السائح اللي داخل أو المصري اللي داخل أيا كان، بيحصل تعقيم له، بيخش على الريسبشن، في الاستقبال بيبقى في عازل إزاز بين الريسبشن وبين الجست أساسا، وحتى القلم اللي بيستخدم بيترمي. الاوض طبعا بتتعقم وما بتتسكنش غير كل 24 ساعه، يعني النهارده لو الاوضه النهارده في جاست قاعد فيها، فبعديها بيعدي يوم عشان جاست تاني يقعد فيها. البلاج والبحر وكده كله في الحاجات، البعد، المسافه بين كل واحد وواحد قاعد المفروض بتبقى في حدود دلوقتي معظم الفنادق سايبين في حدود المتر ونص تقريبا بكل حاجه وحاجه، مع ان هو المفروض ممكن كان يسيب اقل من كده متر، بس هم سايبين متر ونص لاتنين متر كمان. المطاعم طبعا كل حاجه، معظم الفنادق شغاله النهارده بالحاجات الديسبوزبل اللي هي البلاستيك او الورقيات والحاجات دي، كسكاكين وشوك والكلام ده. فكل حاجه يعني امبارح كان عندنا جوله هنا في احد الفنادق في اسكندريه مع الأنسل الفرنساوي علشان نوري تطبيق المعايير الاحترازية اللي احنا بنتبعها دلوقتي في الفنادق ازاي، عشان نقل الصورة حية لخارج مصر طبعا للأسواق الفرنسية وبالتبعية للأسواق الأوروبية. في المرحلة دي الفنادق بتشتغل بطاقة استيعابية 50%، ولكن لو احنا بنتكلم على 50% فانا ممكن اقول لك النهارده الاشغال فيها وصل ل 70% و80%، وبعض الفنادق وصل ل 100% من النسبه اللي هي ال 50%. حسب توقعاتنا ان المرحله القادمه هتبدا تزيد النسبه شويه ل 75%، وفي خلال مثلا اسبوعين ثلاثه من دلوقتي، لان طبعا الفنادق طالما هي بتطبق المعايير وطالما كل حاجه متبعه على الأسس العالمية، يبقى احنا ما عندناش مشكلة تقريبا في تسكين عدد أكبر. نشوف ايه الأسبوع ده هيعدي ازاي والطلبات ازاي، لأن انت النهاردة برضو هيبقى فيه last minute reservations وحاجات، لأن الناس هتبدأ أول ما الرحلات، أول رحلات تروح والناس وترجع إن شاء الله من غير أي حاجة وبتاع، أكيد هيحصل ازدياد المرحلة القادمة، فده اللي احنا بنأمله. بس لسه يعني احنا كلها طلبات اللي بتتعمل دلوقتي، نقدر نحدد الموضوع ده بعد أسبوع 10 أيام من النهاردة.